أبواب الخير تنادينا، ترغبنا وتمنينا، وتنير الظلمة في الأكوان. كم من الناس لهم بيوت يأوون إليها، وكم من الناس لهم بيوت مرفهة، ولكن البيت الذي كنا فيه منذ قليل وقد رأيتموه من الداخل، نحن الآن خارج هذا البيت كما ترونه من قش ومن طين ومن تراب، ولكن أهل والحمد لله أعفة صابرون، لا يشكون ولا يتبرمون ولا يسخطون ولا يسألون أحدا من الناس. وصف الله تعالى بعض الناس الفقراء الذين قلت أموالهم بأنهم أعفة، ولكن يحسبهم الناس بسبب عفتهم كأنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لأن الإسلام رب المسلم على العفة، ألا يمد يده لأحد وألا يسأل إلا الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يحب من يسأله ويتعلق به ويتوجه إليه. ما هو دورنا؟ كم من إنسان فقير لا يجد كسوة يستر بها عورته، ولا يجد كسرة خبز يطفئ بها نار الجوع، ولا يجد ماء نظيفا يشربه. الله تعالى أراد للأمة أن تكون مثل الجسد الواحد، مثل البناء، لبنة مع لبنة كالبنيان المرصوص. الإسلام ربانا على أننا أمة واحدة، جسدا واحدا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة الإيمانية تمتد بعد الموت وهي أقوى من أخوة النسب. قد يكون أخوك من أبيك وأمك، ولكن الإنسان الطائع في طريقه والعاصي في طريقه. أما أخوة الإيمان ومحبة الإيمان فإنها لا تنقطع حتى بعد الموت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من حوض الكوثر، ومن كسى مسلما على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة. كيف يكون لنا هذا السهم وهذا النصيب من هذا الأجر العظيم؟ لأن هذه الأسر إنما تحتاج إلى ما يستر حاجتها، لا تريد أن تنفضح، تريد حياة كريمة، تريد معيشة طيبة. فما علينا إلا أن نمد لهم يد العون حتى يستقيموا على دين الله وعلى طاعة الله، فلا ينحرفوا ولا يمدوا أيديهم بالسؤال إلى أحد. هم لم يسألونا ولم يسألوا أحد، ولكن هذا دور المسلم إذا رأى أخاه في فقر وفاقة أن يمد له يد العون ويد المساعدة. نحن والحمد لله فينا الخيرين الطيبين الذين تجود أيديهم ونفوسهم بالخير، لأن هذا الخير هو المدخر لنا عند الله تبارك وتعالى. والصحابة عندما سألوا وقالوا: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ من أحب الناس إلى الله؟ ما قال أكثرهم صلاة ولا صياما، ولكن قال أنفعهم للناس. قيل: فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، تشبع جوعته، تستر عورته، تقضي له دينا. كم من الفرح والسرور يدخل على قلب المسلم عندما يجد من يأتيه ليمد له يد العون ويد المساعدة. والحمد لله هذه الأبواب مفتوحة، ما علينا إلا أن ندخل فيها. أنتم قد رأيتم داخل البيت كم هذه البيوت على بساطتها ومن يعيشون فيها، ولكنهم والحمد لله يستقبلون الحياة بالشكر وبالرضا، لا يسخطون ولا يتبرمون. والحمد لله من رواد المساجد يصلون ويعبدون ويدعون، ولكن المسلم قلبه حي وليس ميت. الإنسان الأناني يعيش لنفسه، ومن عاش لنفسه عاش حقيرا ومات صغيرا. أما من أحس بآلام الأمة وهموم الأمة ومصائب الأمة فجاد بالنذر اليسير. الله ما طلب منا ننفق كل اللي عندنا، ولكن الله طلب منا النذر اليسير. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. فالإنسان إذا جاد بخير ولو صغير فالله ينميه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يتقبل صدقة أحدكم بيمينه
والله حتى لو كانت تمرة أو شق تمرة فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة كجبل أحد، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تدلي بدلوك في هذه السهام الرابحة وهذه الأبواب المفتوحة. أبواب الخير تنادينا ترغبنا وتمنينا وتنير الظلمة في الأكوان.